جل رب لا يشبب المنهي سبتا وانعذلت القلب من جيا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نوادر شعبية. أبياتنا اللي اخترناها في هذه الحلقة هي للشيخ مشعان بن هذال، شيخ قبيلة عنزة، قبيلة العربية المعروفة، وابن هذال قني عن التعريف. فيقول في الأبيات: يا بايع جوخا على غير هالي، مثل الذي ينزل بقصر خرابة، والدر دي لو طابلك لا تمشيه، يومين والثالث يبين الردابة. يا بايع جوخا على غير هاليه، مثل الذي ينزل بقصر خرابة، والدر دي لو طابلك لا تمشيه، يومين والثالث يبين الردابة. ينصح من مخاوات وصداقة وزمالة على الناس اللي هم طبعا ما فيهم خير لربعتهم، هي بطيبة. ويقول هو طبعا على رأيه ورأي الكثير من الناس القدماء، أن ابن الردي، يعني الناس الرديان اللي حياتهم رديين صفاتهم وسمعتهم ما هي بطيبة، قد يأتي ابنه مثله. يقول لك لا تخاويه خوف أنه يطلع على أباه، لكن حاول أنك تبحث عن الرجال اللي فيهم خير، وإذا لازمتهم وصادقتهم فإنك لا تخسر. ويمثل: يا بايع جوخا على غير أهاليه، إذا كانك تبيع الجوخ، الجوخ معروف، الجوخ هو القماش الثمين قديما، مثل الذي ينزل بقصر خراب، اللي يبيع الجوخ على ناس ما يستاهلونه فهو مثل الذي ينزل بقصر خرابة. فهي الأبيات دائما يجي فيها شيء من الأمثال. أتمنى أن الأبيات نالت إعجابكم بإذن الله تعالى. أما شعرنا أعزائي المشاهدين الذي نقدمه في هذه الفقرة، فقرة شاعر وديوان، هو الشاعر الشيخ حمد بن سعود بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. لم يأتي ذكر شعراء قطر المميزين بقوة الشعر والمكانة العالية المرموقة إلا ويأتي ذكر الشاعر حمد ممن هم في المقدمة. طرق جميع أبواب الشعر النبطي وأبدع بها، صدر له ديوانين: الأول حصاد الخواطر عام 1402 هجرية، 1982 ميلادية، والثاني فيض الوجدان عام 1423 هجرية، 2002 ميلادية. وقد سمعت بطبعة ثالثة إن شاء الله تصدر ونحصل عليها. نختار من قصائده الأبيات التالية: على عشقة قلبي تمزج بحبها، هواها مع البحر الطويل هواه، حور الشعر مهما تطرقت نظمها، لا الفضل الأول ما قدرت أنساه، أحبه إذا حبيت تفريج ضيقتي على الوقت وأيام النحوس الخاه. ويقول في أبيات ثانية من قصائد، طبعا هذه من قصائد طوال، يقول: إذا جاتني الأمثال من غير عارف، تحيرت في بدع القصيد وشاب، وإن جاتني الأمثال من عارف لها، تبطل لها بقصر ضمير بقصر ضماير باب. إن جاتني الأمثال من عارف لها، تبطل لها بقصر ضماير باب، سقى ثبرها واسكت على كورة الحشاء، تفجر لها من نهر الضمير وذاب. سقى ثبرها واسكت على كورة الحشاء وتفجر لها نهر الضمير وشاب. نطلب للشاعر حمد بن سعود على عبد الرحمن الثاني التوفيق إن شاء الله، وإلى فقرة ثانية مع شاعر آخر. Thank you.
وعدناكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية أننا سنكمل لقاءنا في العمرية الذي أجريناه في العمرية، وكما ذكرت في الحلقة الماضية أن اللقاء أجريته عام 1901 عام 1990 في أواخر التسعين 1990 ميلادية في منطقة العمرية. نشاهد اللقاء مع من التقينا معهم في ذلك التاريخ، ونطلب للحي إن شاء الله طولة العمر والسعادة، ولمن انتقل إلى رحمة الله الرحمة إن شاء الله. نشاهد اللقاء. أعزائي المشاهدين، في أروضة العامرية أو منطقة العامرية نلتقي بأخوان من أبناء قطر، وفي برنامج من أعماق الوطن ونتحدث معهم. في هذا اللقاء نتحدث مع الوالد أحمد ابن محمد ابن هشلة الكعبي، ونرحب به ونرحب بكم معنا. الله يحييك يا أبو محمد. والبقاء. طال عمرك أنت من الرجال كبار السن اللي عاشوا الحياة في قطر. نعم. ومر عليهم الله يطول الوقت، ونبي نتحدث معك والإخوان المشاهدين. اي نعم. اي نعم، تسلمك الله. الله يسلمك. أما احنا عشنا في قطر. نعم. شيباننا والأولين اللي احنا على كلامهم وعلى اللي جرى عليهم في نعيم وفي قوس وفي هالة وفي رهوة وفي زين وفي طرابة. نعم. في قطر. نعم. هم حن ظهرنا في وقت اللي ظهرنا فيه، والله انك علينا. اي والله انك علينا. تقحطت الامور، وقف البحر وهذا والحقتنا الشطات. من كم سنه؟ لا شك ان من كم سنه هذا؟ والله ما دريت، مقدار 30 سنه. اي ولحمد قال في الجنه ملتقي العالم كلهم. امين. اموات المسلمين. نعم. ملتقي العالم كلهم. نعم. البعيد والقريب، وهانت امور علوم العربان، ولا نعم. غدا يورد، ولا غدا يكنهم، ولا غدا يعيشهم، ولا غدا في ظفه الا حياه حمد في ذا البلد. هو حمد بن عبد الله. نعم. قال في الجنه. اي هذا اللي جرى علينا من نعم. يعني حسب الرخاء والشطه. نعم. طال عمرك. وفي شطه ولكن في شطه. الحمد. الشيء مرهي علينا. الحمد. مرد علينا المتاع، ومرد علينا الكساء، ومرد علينا كلش، وحنا يا بلفت ما ندري اللي قريب منه والبعيد منه، كله عينهم وراهم. الحمد لله. حياه حمد. الحمد لله. الله يرحم اموات المسلمين. امين. طال عمرك انت، يسمعون الناس هذا الحين، بيسمعون ان نتحدث مع احمد بن محمد ابن هشله الكعبي. نعم. وحن في جنوب قطر. اي. والكعبان وقطر كله، لا هالقطر كلهم من دون شك، يعني كلهم شركان في الخير ان شاء الله. وفي وما ادري طال عمرك. اي والله حدثنا طال عمرك. نعم. كنت في الشلح الجنوبي. اي في الشلح الجنوبي. انا من جد بعد جد. نعم. حن مع حياه احمد بن محمد. نعم. جدي وابوي وانا الله يرحمه عشنا من ذا الوطن. نعم. من الدوحه الى نزور الى كدعانه الى نعم. هذا التراب. نعم. وراحوا جداني اللي ذبح واللي مات واللي راح، وراحوا ايه. العرب، وقعدت انا على اثرهم. وغاديت رعيد بوشيه، وحبيت الوطن. نعم. وسكنت في الوطن. نعم. ما معي الا الاحباب والمرخات. نعم. وهذا الوطن، وتوهلت معهم وغدوا نعم. معي اقرب من كل قريب، وانا نعم. معهم مشترك في الحياه وفي الاسناع وفي نعم. مواردنا وفي وطننا وفي نعم. صنعنا. نعم. فالعمرك يقولون ان احمد بن هشله عنده ابن كثير، وقيل لي قال لي واحد انه حول 200. نعم. هو صادق. حول 200. هو صادق. والبالله فضلا على الباديه وعلى هو صادق. هو صادق. هو صادق. هو صادق. كان عندنا في الزمان القديم ملقطها نعم. منها منا الى منا نعم. تباركت وكثرت وكلها فضائل الله وفضائل حمد بن عبد الله. نعم. ركبت الغوص يا ابو محمد. ركبت الغوص في تالي الوقت. نعم. في ركباني الغوص في تالي الوقت في قصرة الغوص. نعم. مع ابن ملفي في البكرة. أيه. مع عم اللي قال منصور. أيه. يعني زمان واحد بس. أيه. عقب بعد في البر. أيه. وفي ضف حمد بن عبد الله. أيه. قال في الجنة هو أموات المسلمين. آه. سلمك الله. سولفت لي بسالفة قبل لا نتحدث مع سالفة قديمة. أيه. والناس المشاهد يحب يطرب للسؤال. يقولون إن يرمسون لنا اللي قدامنا. أنا هالقطر المعرفة. أنا نعم. هالقطر اللي قدامنا. نعم. يقولون في الزمان القديم إن يجي به واحد من هذا العرب القبليين. نعم. إنه جاء وهو من الكبرى. أيه. وضده الغوص وقعد
إلى أن صلح نفسه في وقت قد مضى. نعم. وعرف قرات العرب أن العرب يركبون البحر. أي. وقعد يحاسب. نعم. يحاسب إلى من يركبوا البحر استعد عليهم. يمكن أيه. انه قد فرط بشيء والعربان أيه. لاهين وهذا حد مجوع قتل. يمكن حد هجوع الوقت نعم. حد هجوع نعم اخر الزمان انها طاح صيفي على الحريثي نعم. وراض احمد وقاسم جميعا في ذاك الوقت نعم. وهاي قطر اللي يتبعونهم وخابر انها مغلطا على اهل نعم اي نعم. نعم هم خابرين نعم وانهم راضوا علشان خضره وعلشان الماء نعم. راضوا وهو نعم. سبب أيه. في مشدهم من الحريثي نعم. وهو تعشى في العريق وسرى نعم. وتحضن شرعانه من قبله من حول شيشة حامد وامسى واصبح الصبح نيته للمطمع ويدور العرب من جنوب ذا شرعانه ولا وعقده من دون ذا السبسب إلا الضعانين والخيلان والعرب درى أنه طبع يوم درى أنه طبع بينقذ نفسه ذلك. نعم خلى أخوياه في رؤية قبل السبسب أي. هم يوم طياهم ملبقين أنفسهم نعم. وهو تحزب حذف المحزم وتحزم له بقيد وإنه ميح على عرب حنثوي العرب اللي يمشون أيه. وإنه عيل له ذاك الرجال وينشده وقال وشتو قال حنا قاسم محمد قالوا نعم وإنه قاعد يتبعه وهو للمقصد ذولا كان قدر أنهم قد زلوا وخشق لأنه أيه. داري لهم سبور وذال أيه ذال من السبور نعم. وإنه يتبعه يوم جاء رطني قالها بندا نعم. إلى الخيل من رجلها والعرب يدجون والشيوخ قعود وهذا وله وده بقاسم محتب إنه قاسم الظن فيه جميل وهو ما هو بعارفه قال الخوي هذا هو ما فك منه قال الخوي هذا أنا ما أعرف العرب أنا ودي بالسلام أيه. قال أبي أسلم على قاسم ما غلط يوم العود قال هو أيه ذاك اللي على العود اللي متسندا على إسره أيه. وهذاك أحمد اللي ميامين نعم. قال بضج يجيك للرجال دنس ومتحز من بقيت أحد ايه. يدير فيه والأربان نعم. يدقون كل على فعل مهم بهاقي النار نعم مهم بهاقي لا بين نعم. ويوم أقبل عندنا على ساق عمره يوم ساق عمره دخل الدخيل وسلم نعم. قال سلمت ديروا الربع الباقين والعرب ويوم ديروا نعم. إلى هو خصيمهم لهم يبو ايه. والله تحسكوا عليه أحمد واللي يتبعونه هذا قال لابد أن الرجال سلم نفسه ايه نعم. هذا لا. وإنه ركب معه رامطية وظهر أخوياه من روضتهم لهم فيها يوم قدهم ظاهرين إلى الخيل الأسبور على ذرة نعم. قال العافية الرجال سلم نفسه نعم. واليوم عند الشيوخ والعرب حكم العرب يعفون عنها نعم. وإنها راح ذيك وطياته وهذه من عادات أهل قطر الطيبة أي نعم أنا عم طال عمرك ما أدري تذكرنا من الموارد والعدود اللي كنتوا تروون فيها والله نروي قزني وقتنا على ابنكم ودمشق نعم. قزني وقتنا قد خذنا على الغفات وقت نعم يوم مطرح حمد وذاك السنين عقبن على شرعانه وهذا عقبن غدا عندنا مطايا وتنحابنا الامراض الحنا استقبنا على الخراره وعلى الركيه وعلى ذا الموارد من الله خلقنا على ذا الموارد ما تعدها ديره يلين حثوا وهاجروا العرب نعم. يوم هاجروا العرب فلني رجال قد معي ابن نعم. ورجال خلاوي نعم. ولأن الربع ذولا في ذا المكان واستحبيتها علشان وطن حلالي وحب قربهم نعم. ونزلت في ذا المكان العامرية من ذاك اللان إلى ذا اللان أي الله الله لا يهينك طال عمرك طال عمرك سلمك الله يقولون الخرارة أنها أطول عد في قطر إلا أطول منها لسلمك الركية الركية أطول من خرارة أطول منها نادري كم باع مثلت تبوع كم باع الركية ولا الركية فوق الثلاثين فوق الثلاثين باع أين أي. فوق الثلاثين أي نعم حن سلمك الله تحدثنا معك ولا قصرت والله لا يهينك أنت والسامعين وإن شاء الله نحن عادنا نلتقي معك مرة ثانية ونبي نكمل مع حديثك ما يمل أنا ودنا نكمل مع الجماعة الحاضرين الله لا يهينك ما هي بس الله طال عمرك الله يسلمك الله يسلمك طول عمرك أعزائي نلتقي بالوالد سالم بن محمد بن فارس الحبابي في روضة العامرية الله يحييك يا أبو محمد الله يبقيك طال عمرك طال عمرك إحنا سعداء أنكم معنا ونتحدث معكم وودنا نتحدث معك عن القاعدة والتراب والعدود اللي حين بنزورها اللي سمعنا بها فما أدري سلمك الله وش العدود اللي تردونها اللي حولكم هنا حول العامرية في السنين الماضية والله يا طويل العمر حين من يوم خلقنا من يوم نزلنا قطع نعم هذه منازلنا نعم من الخرارة إلى القصيرة نعم إلى العريق نعم
وفي خير من خلقنا إلى حال اليوم. نعم. الحمد لله رب العالمين. عسى إن شاء الله. تسمع وأخص من اللي تبيني على المكبر. طال عمرك في السنين الماضية يوم عاد قبل أجي السيارات وقبل لا يجي الكهرباء وقبل لا يجي الوسائل، كيف تقضون حاجاتكم يعني من البلاد؟ والله يا طويل العمر الأمور الماضية قبل هي. السيارات وقبل أمورها اللي جات. نعم. حن منازلنا من القصيرة إلى عريق. نعم. إلى الخرارة. نعم. وحاجاتنا وأمورنا كلها. نعم. نقلها على الركاب. ميلتكم. نعم. على الركاب. نعم. من الحسا. أي. ومن الدوحة. نعم. ومن عمان. أي. تسمع؟ نعم. ونحج حجون أبواننا من أيام من قطر. نعم. المكة على الركاب. على الركاب. وقلوط 5 أيام في الفطر. أي. التالي. نعم. تسمع؟ وذي مساكننا. كم يوم طال عمرك إلى منا إلى مكة؟ اللي هذا أنت حجيت ولا لا حج أبوي وحج ابن مايقة. ما أدري كم حج ومنا أقلوط 5 أيام. نعم. من رولتن هذه تجيتوا من شرق هاليوم. نعم. أقلوط 5 أيام في الفطر التالي. نعم. وليلة السابعة ضاوين مكة. ليلة السابعة من العشر. أي. من العشر لواحد. يعني خذوا الفطر للسابع شهر 25 و 37 يوم. هم 32 يوم هم ضاوين مكة. أيه. اسمع. نعم. وهذه مساعينا وعندنا حلوة وزينة. أي تلحقهم كلوفة يا معلوم لأن القاع الكار. أي وقعد هالدار خوف ولا بها خوف ولا بها قرم مثل ذلك خوف. نعم. نعم. ولا خطوط ولا إهجار. نعم. ولا مواصلات. نعم. ما شيء فجأة. نعم. نعم. تلحق ومنا إلى البلاد منا إلى الدوحة من البلاد طال عمرك نهر سات نسرح ونهر سات طويل نهنة هنية أهنا على الكاب. أي. بحطب وقشتها للجيب. نعم. وفي خير. أي. والله يا العسر ذا اللي مر الناس والله ما مر الحمد لله ولا حسيناه الحمد لله شكرا لك من خلقنا لحد تري. نعم. تسمع وذي منازلنا ومن عرض ومن يوم توظفنا أول ما توظفنا عند حياة حمد الله يرحمه الله يرحمه أو مقانيص ومسير معه. نعم. من يبتدي المقناص لين يخلص. نعم. وحمه وعقبه وظفنا البلاد ومن عرض مقانيصة قنصب وأنا معه. نعم. ومطوع اللي بن مايق الله يرحمه الله يرحمه وواحد يسمى فلاح بن جاب يعشون من جراتي. نعم. شد من جراتي ومنزل الروضة ذي. نعم. والله هذه من قرضين سمي. نعم. وقت الشيوخ سمي. وهي وقت الشيوخ. نعم. نعم. ونشد منها وننزل من المسام عند الحمرة. قنصكم وشو صيد؟ الطيور. الحباري. الحباري. أول تعلوم من مباكو من جاية تعلوم بالحباري جرات. فيها ضباب في ذاك اليوم ولا؟ لا ما لها إلا واجب. قبل تبدي المواتن. نعم. والله إنها جمل. أنا لحبت. أنت اسمع. أنت. أي بلة والله. ونعشيهم من المسام. نعم. هذه طرف الحمرة. ويوم عشينا عاد الشيوخ ما جو. نعم. مطوع علب مايقة وفلاح بن جابر جاي وخلى الشيوخ معهم بقى. نعم. تحت هناك زينة. نعم. وداوبوه عليها بغاها بيع وعية. نعم. والله ما خلى ابن مخيز المنصوري. ايه. جاي. نعم. قال علي يا بلت كبد هنا ذي بن ذبح له البارحة الأول حوار والبارحة الأول لقية. ايه نعم. وحبنا لها شداخ حبنا لها قاضوعة وعفد فيها. نعم. وذب الجبل عليكم هنا بقاضوعتها فيه. نعم. علي يا بلا تكب قال الشيخ بجون. أيه. وعندهم بنات الجحيدي وعندهم تلايد السعدي. نعم. ما هو برأي إن الله بسمع. نعم. أنا قاعد أسوي الهوى صب عليهم الهوى. نعم. خيط الكلام ويوم التهوى الشباين سنة ما أخذ بندي وأرجع توصفته وعصبي. نعم. وأجيك وخليت وهاي القثرة وعبد عليه في ذاك الروم الذيب واضربه باربع وتكذب ماشي من هذا ويجفل وسبره لينقطع جو العريق هو شو جو الشيوخ بشداخته راح أي. جو الشيوخ وجلس هو علم بمايقة حياة حمد الله يرحمه ذاك اليوم ما عندهم مواتن علم بمايقة تعلم حمد. نعم. وقال ما عرف من نطير الشلاء مع عندنا بنات مثل ما قالها بمايك مع عندنا بنات الجحيدي ما تستعدي بنعطيكم اياها قال حياة عفين وضرايب حمران وش تخليها له؟ قال هم شي بسعدك هم عني مروحون شي بنات الجحيدي بنروح ضرايب حمران. نعم. وناقة فلاح هو احتد على ناقة فلاح يبي الدرعية يبي الدرعية يوم اصبحوا وتوصفوني منه وصفتهم الزبارة اللي انا خفيتها فيها. ايه. راحوا الربع للاثرة ولا هذا قط حلف القبر. نعم. يلبقون به يقتلوا الخيران اللي دون السكك ويطمرون ويجون الربع يرقون على الركاب
قلب مايقت وفلاح يرقون الذيب. على يرقون الذيب نعم. ويوم خلوا والله على مراويش ولا بنت حمران قامت تقصر. ايه قامت تدي العيال طوقها لها طالعها طويل. اي ها بنت قام فلاح يردده على علب مايقه علمه قد حول ويوم ردها هذيك المره هالضبه لها طال قد بنت حمران وفاشحه. نعم نعم. عقبوا الرجال ذيب يوم جاء العصر لهم جايين جاوبوا قطعوا يده. ايه وجاب خلوه بالسعد. اي عمر هذه من طرف المقانيس. الله لا يهينك. من طرف الله لا يهينك. طال عمرك احنا مرينا على بعض محافظ المياه والابار اللي مرينا عليها اليوم ودنا نتحدث معك وننشدك عنها. بركة السداري. اي البركة اللي تحفظ الماء. اي نعم. ما ادري انت خابرها متى حفر المتاهي ولا عندي خبر. نعم تنشد من حاضرها يعني هي مبطيه 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 على على جهه قطبي. نعم. وذي بركه السدري فيه. نعم. وبركه ام القرضي فيها. نعم. من يوم عرفت قطر وجيت. زين هي تحفظ الماء برك ذي تسكون تردون عليها وتسكون والله يا طويل العمر من جوده الحياه إلى جهة المطر. من جوده المطر الى جهه المطر كم تاخذ؟ من جهه المطر ما بركه ام القرضي تاخذ من سته شهور سبعه شهور من فوق. اي اسمع وما ذي لا من شهر شهرين لانها صغيره. نعم. ولا هي بقويله هذيك معموره اسمع. نعم. والبركه تدفن الحين. أيه. نعم. ولا بركه من القرضي عادي بركه وكنا. اي لقيها الحال يقول والقصيرة القصيرة طول عمرك إلى أرجعت. نعم. إلى أرجعت. نعم. ثلاث سنين ما فيها نشرب ونحفل. ثلاث سنين من ثلاث سنين لسنتين لثلاث سنين. وليه سموها القصيرة طال عمرك؟ والله هذا ما انت ساب اسمها. ايه ما علشانها يعني القصيرة هو يوم هي قصيرة قصيرة يوم هي جفارة. نعم. يوم هي جفارة هذا ناسبت اسمها. حين مرينا على قاع فيه الطرفة وما ادري وش القاعده شو اسمه ولا وش وليه هذا مسمى على هذا سجل. ملازم. اي ملازم للماء. نعم. ابو طرفه وسموه ابو طرفه على الطرفه اللي فيه. اي على شان الطرفه على شان الطرفه والده سموها ابو طرفه. هي ما ثبت الا فيها في ما 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 نبتلي ولا فيها كبع عود كذا منكم. أيه. ما جيتوه بضيبه جيتوه شيء نعم. بعد أيه. وغيره ما فيه شيء وملازم للماء وانتسب اسمها على شان الطرفه. أيه. اللي فيها زين سلمك الله على النقيان. مرينا على النقيان وصورناها والنقيان اللي يشوفها يعني الناس اللي يشوفون النقيان تشوف هنا نقع وفي جنبه نقع وبينهم حوالي 20 ذراع 25 ذراع بعضها وهنا نقع مجتمع على الرمل منا والرمل مجتمع هنا والفرجة اللي بينهم حصل ما يجي فيها الرمل يعني ما أدري وش يعني لا والله اللي بعد ليه ليه هنا يجتمع هنا ويجتمع هنا وذا المسافة اللي بينهم ما تبتلي رب يقولون الناس ما علمك وشكو قوم هالسهيلي والشمال هذا لاينط اي يلوط الهواء اللاينط يجمعها جميع يجمع ذا يلوط وينفخ اللي بينها تشوفها ينفخ الهواء يرد الرمل على يرد الزارع على الطول اي من كل صوب هذا 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 اللي قوم اي الله لا يهينك وسعدنا احنا وياك ويعطيك ان شاء الله العافيه وانتم الحاضرين طول عمرك و ما قصرت ودنا نحن نتحدث معكم لكن برنامجنا الله يعطيك ونبي نتحدث معكم والله حتى احنا ودنا الله لا يهينك طول عمرك اعزائي المشاهدين كان حديثنا مع الاخ سالم بن محمد بن فارس الاحفادي في روضة العامريه. مثلنا في هذه الحلقة من الأمثال الدارجة على ألسنة الكثير من الناس وقد يكون لا يختصر على منطقة الخليج والجزيرة العربية قد يكون عند العالم العربي بصفة عامة والأمثال صراحة ما لها تاريخ ولا للأسف يعني ما يذكر من قايلها تتداولها الناس وفي الكتب وعلى ألسنة الناس. أنا كثير الأمثال اللي أقدمها هي مما سمعته ومما اكتسبته من مجالس الرجال والناس القدماء وصراحة أن الأمثال لها دور عند الناس. فالمثل يقول إذا فات الفوت ما ينفع الصوت يعني إذا والمثل دارج إذا فات الفوت يعني إذا حصل ما حصل على الإنسان
وفات ما تقدر ترجعه، حتى لو صوت ولا صحت ولا نحت ولا عملت ما عملت ما يرجع. فعلى الإنسان يكون حريص في كلامه في حديثه في أفعاله حتى لا يقع فيها الخطر، وهو يضرب من باب التحذير، ويضرب عندما يخطئ الإنسان وتزل به الكلمة ولسانه على أحد من الناس، فهو يضرب من هذا في هذا في هذه المناسبة. أتمنى أن المثل نال إعجابكم، لنا إن شاء الله معكم لقاء في الحلقة القادمة وفقرات جديدة بإذن الله تعالى. شكرا وإلى اللقاء. Yeah,